حطه في الطحينة وعطى شوي شطة شطة تهليل. وقول بسم الله عليكم العافية. اروح والله لا اروح. شلون 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 اول ما تجيك الفطيره نعلمك احنا طريقه الاكل، نعلمك طريقه اكل شاورما هليل. افتحها اول ما تفتح الشاورما مفطح. انا مفطح لازم تغرقه، عطها طحينيه غرقها بالطحينيه حبيبي. ايوه اديله ايوه اديله ايوه. الله الله ما شاء الله. السؤال المهم اللي الحين الكل فيكم يسأل، وين فروع شاورما هليل؟ شاورما هليل موجود في الشرقية وفي الرياض. ارفع الشاشة فوق عشان تاخذ مواقع وفروع شاورما هليل وشوف الفرع الأقرب لك. وإذا أنت من الناس اللي يحبون شاورما اللحم صدقني بتضرب في مخك شاورما هليل. بعدين في ميزة عندهم يا جماعة، أي إضافات يعني لما تقول له حط لي شاورما زيادة، عطني طحينية زيادة، حط لي دقوس شطة، ما ياخذ عليك فلوس زيادة، الزيادات مجانا. وعلينا وعليكم بألف عافية.